اوقف. طلب توصيف بامر علي صبر العطار. نزل السلاح، دي العربيه اللي علي بيه قال عليها. افتح الباب، ادخل، اوقف على جنب. العطار اخوكم، وجيت عشانكم، ومش هرفع سلاحي عليكم مهما ضربتم. بس هرفع ايدي وهسلم عشان انتوا عارفيني كويس، وانا عارفكم اكتر من نفسي. انتوا اخواتي اللي ماليش غيركم. انت اخويا عزيز، وانت اخويا عبيده، وانت يا بهي، وصالح، ومالك، ومصطفى، وحمزه، ومحمد، وعبد الحميد. انتوا اخواتي اللي ماليش غيركم. ارفع السلاح يا رجاله. هنموت يا حسن، احنا كده عريانين. سميح هيخليهم يقتلونا. عم بحر، انت معايا لحد الموت صح؟ حصل. خليهم يرموا السلاح. هنموت. خليهم يرموا السلاح. افتحوا النار. سلمى من فوق. انا هعرف اجيبه. تعالي. معتصم، احمي ظهري، لازم اخش العصر. زكريا، ها تحب نبدا بمين الاول؟ تستغنى عن مين الاول يا زكريا؟ اختك ولا مرتك؟ ليش يا زكريا؟ هو عايزك تروح له، لو رحت له هيقتلك ويقتلنا. صعبة دي صح؟
يبقى تعجل كده وتعرف انك بتكلم واحد معاه شهاده معامله اطفال. مجنون يعني؟ حمايتك يا عبد الله، حمايتك. خلي رجالتك المسلحه. لو وقعت تحت ايدي مش هرحمك. سيبهم. هتعمل معايا زي ما عملت مع متولي؟ هتضحي بيهم زي ما ضحيت بيهم؟ ها حمايتك. قصر في الكلام يكسر يا زكريا، واسمع اللي بقول لك عليه. خلي رجالتك يرموا سلاحهم. ها فكرت اختك ولا مرتك؟ اقول لك اخليك تخسر الاثنين ولا نعملوها زي زمان ايام الدار. انت تختار وانا اختار عكسك. قول يا زكريا ما تخافش. هتموت يا عبد الله. العطار يا عم سميح.
انتوا اللي علمتوني ما نزلش اخواتنا ولا ايه؟ انت اكتر واحد عارف يا سكر انا عملت ليك دي. عشان انا عارف. قلت لك قبل كده في المكان ده انك شيطان ومش عارف تغوي غير نفسك. ده حق ابوك اللي انت موته، وده حق اخويا اللي ضربته في رجله، ودي عشان هايدي. بلاش يا فارس، تعالي معانا. سترك يا رب. سليم، ايه هتقتلني ولا ايه يا سليم؟ اقتلني انا، ها ما انت قتلتني زمان.
بس لو قتلتك المرة دي يا زينب هتبقى آخر مرة، وحريحك من الكره اللي ملا قلبك. كره؟ الكره ده اتعلمته منك يا سليم، يا بياع كل غالي بالرخيص. انسي بقى يا زينب، انسي واخرجي من هنا، شوفي لك حته تداريكي عنا وانسي. واحنا كمان هنحاول ننسى. انسى ايه وانسى كيف؟ القصر ده حجي، حجي وحج بناتي، وانا مش خارجه من هنا يا سليم الا على جثتي. زينب يا زينب، عيشة بنتك موجودة في القصر، ما تخلينيش ارتكب جريمة بعد كده اندم عليها. تندم؟ سليم يندم، وانت اللي كيفك يندم كيف. يا بنت الناس، يا بنت الناس، انا لسه مراعي لحد الوقت ان احنا جرايب. مراعي ان احنا جرايب بس يا سليم؟ وما فيش غيره يا زينب. يبقى اقتلني، اقتلني يا سليم، اقتلني دلوك كده. امشي يا زينب، امشي يا بنت عمي.